فإحنا بين خيارين بصراحة، أما أن نتفرج ولا تخوف ونقول لا هؤلاء قناهم وتتركوهم يتفاقم، أو لا نبدأ باختيار العناصر غير متورطة أولا غير ملطخة بالدم، وعندنا الحمد لله قاعدة بيانات، وعندنا لجنة تركز حقيقة بالتدقيق، ولذلك بعد التدقيق الأمني إحنا نستقبل هؤلاء. وإحنا أنا بصراحة شاهدت أغلبهم الذين عادوا تأقلموا مع الواقع، إلى الآن إحنا 16 وجبة تقريبا 9000 فرد، الآن رجعوا 6000 يعني ثلثين رجعوا. نعم. وهؤلاء الذين عادوا طبعا بالمناسبة أنا أوضح للمشاهدين زي. إحنا لا يعود إلا بعد نتحرك على العشائر والوجهاء ونخلق فد بيئة لاستقبالهم. نعم. لم نجد حقيقة أي رد فعل سلبي من العوائل، يعني بدأوا أبنائنا تورطوا، بعضهم ما يتحمل بالنتيجة. نعم إذا كان متورط، إذا كانت مرأة نعم. من كتيبة الخنساء، لا والله هذا القضاء، ولم نسمح أو نتسامح مع كل من حقيقة أراق قطرة دم عراقي. إحنا مو بطل، أكو فرق بين لا عقل الدولة أنه لا تسمح، قلب الدولة كبير لا يسمح بالثار والانتقام، لكن نفس الوقت نحن ضد القتلة، عندنا القضاء. واطمئن اطمئن اللجنة المشكلة لا يستطيع أحد أن يفلت منها بأي معلومة، يطلع معلومة كذا يبين عندنا قاعدة بيانات.